قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه. من بعض الناس يقول إن الذي صلى خارج المسجد النبوي يعني لم يحصل على هذه المضاعفة وإن كان الصفوف متصلة، هل قوله هذا صحيح؟ إن لم يجد مكان في المسجد نفسه. هو صحيح إلا أن يخالفه الصحابة، فإن خالفه الصحابة فضع قوله في الأرض، والصحابة خالفوه لأن عمر زاد في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وصلى المسلمون فيه واعتبروه مسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عثمان زاد من جهة القبلة أيضا وصار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وراء الناس، وصار الناس يأتون إلى الصف الأول في زيادة عثمان رضي الله عنه في عهد الصحابة. فلا ندري أهذا الرجل أعلم من الصحابة أو أثقل لنا الصحابة، نعم لا هذا ولا هذا، نعم. فما كل ما لو يصل على ورد حديث عن النبي عليه الصلاة أن مسجده مسجده، ولو وصل إلى عدن، عدن وين فيه؟ في أقصى اليمن. فمسجد الرسول مهما امتد لو يصل إلى عقرة الصخور فهو مثل الرسول عليه الصلاة والسلام. ويقول الشيخ الذي صلى خارج البناء وصفه متصلة، نعم هذا ليس الواجب، والذي خارج صلى في الداخل، نعم هو صحيح أنه ما صلى في المسجد، صلى خارج المسجد، لكن الجماعة واحدة، الجماعة واحدة، وكما جاء في الحديث هم القوم لا يشطى بهم جليسهم في من جلس في حلق الذكر يريد أمرا دنيويا. فالذي نرى أنه يتصل الصفوف فالحكم واحد إن شاء الله تعالى.